ترفض انت تحرش. الكتاب اكد على ده بتفاصيل كتير مش عايز احرقها في الكتاب، اعتقد انكم تتكلموا عنها. ارحب بيك مره ثانيه وندعو الكاتب الكبير استاذ اشرف غريب لاداره الندوه. ممكن الحقيقه احنا النهارده لقاء هام جدا، عنوان الابرز الاكبر الاعمق الاهم هو في حكم صلاه التسليم. واعتقد ان ده المنهج او دي الروح اللي صديقتنا وزميلتنا ولاء جمال كتب بيها كتابها المهم جدا سعاد حسني القاضي. هي سعاد يعني يمكن تكون اكثر فنانه في تاريخ فن التمثيل وتاريخ النجوم بشكل عام اللي كتب عنها، بالذات طبعا بعد رحلها الغامض والمأساوي في يونيو 2001. انا شخصيا كتبت كتابين عن سعاد حسني وممكن اكتب كتابين ثلاثه كمان تاني، لكن كتاب سعاد حسني خط يدها كتاب مختلف جدا عن كل الكتب حتى بما فيها الكتابين اللي كتبتهم عنها. لانه اولا شباب وان هي اللي لونت فتره الستينات والسبعينات بلونها، وان هي خدت السينما المصريه كله للتيار، وان هي عنوان البهجه والحيويه في السينما المصريه، صاحبه 82 فيلم وكل الكلام الكبير اللي كلنا اتكلمنا فيه وعدناه كتير قوي. الكتاب حقيقه واخد منحى اخر تماما، جانب انساني بحت ولا كانت منتبه ليه جدا. الخيط ما خلتش منها طول صفحات الكتاب. كانت حريصه جدا على انها تقدم لراجل اخر اللي ما يعرفوش غير يمكن القريبين من سعاد. النهارده احنا في حضور مجموعه كبيره من الناس ومن الاسماء المهمه اللي كانت وثيقه في السنه 99، ولا طول الوقت منتبه لده، طول الوقت الخيط ما بيشغلش من فيها. عشان كده قدمت وثيقه مهمه جدا تنضم ثقه انسانيه وروحيه تنضم الى مجموعه الوثائق اللي موجوده في الكتاب. وهذا سبب اخر ومهم جدا في اهميه الكتاب ده.